جميل جدا. إذا برأيك الآن الأمر يبدو بأنه بدأ يتطور بشكل خطير وبشكل سريع، هل تعتقد أن الغرب قادر على إيقاف تدفق المزيد من الصواريخ الإيرانية إلى روسيا، أم أن هذه القصة انتهت ونحن أمام مسألة وقت حتى نرى الصواريخ البالستية الإيرانية وهي بحوزة موسكو لتستخدمها موسكو على كييف؟ الشطر الأخير من مما تفضلت به، الإجابة أن ليس بإمكان الغرب ولا بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف تدفق الأسلحة الإيرانية نحو روسيا الاتحادية، والأسباب كثيرة. أولا، لا قرار سياسي هناك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى من قبل الناتو لإيقاف تدفق هذه الأسلحة. من الناحية النظرية، من الناحية العسكرية ممكن، يعني عن طريق الطائرات، عن طريق القاصفات، وعن طريق حتى المقاتلات بعيدة المدى يمكن السيطرة على مثل هذه الأمور، ولكن هناك مشاكل كثيرة من وراء هذا التصرف فيما إذا أقر سياسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والناتو. وهناك نقطة مهمة ثانية جدا، وهو أن بحر قزوين يفصل ما بين الأرض الروسية من الشمال والأرض الإيرانية من الجنوب، ولإيران ساحل واسع جدا متسع جدا على بحر قزوين من الاتجاه الجنوبي. وبحر قزوين نحن نعرف صحيح أنه يسمى ببحر، ولكنه بحيرة كبيرة يفصل ما بين روسيا من الشمال وإيران من الجنوب. فإذا إن لم تكن هناك طرق جوية لإيصال، أو كان من الصعوبة إيصال هذه الأسلحة عن طريق الطائرات، فهناك السفن التي بالتأكيد تتمتع بحرية كاملة في التنقل ما بين السواحل الروسية والسواحل الإيرانية. فهذه كلها من المؤكد أنها تمنع الغرب أو تجعل الغرب في منأى عن هكذا أمور باستهداف إيران أو الأسلحة الإيرانية المتوجهة إلى روسيا.